السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي هو عبارة على واحد العصير خليط بين الرمان والتفاح وخيزو زائد السيترون. فبالنسبة للناس ما تياكلوش اليوم وليداتهم خيزو تيعذبوهم، فاحنا جينا لكم بالحل اللي هو الخيزو تتسلقوه وتدخلوه في هاد العناصر هادو، فما تيحسوش به الدراري الصغار تيشربوه على شكل عصير. وتقولوا لي راه ماشي وقت العصير ديال البرد دابا، ولكن نتوما تتحكموا في درجة الحرارة ديالو، تقدروا تعطيوه اليوم هكاك ما يكونش بارد بزاف وهكا تستافدوا منه. راه كاين تشرب العصير على طول العام، العصير تشرب ماشي بالضروره يكون في الصيف. فحاولوا تدخلوا لهم خيزو بحال هكا الديسير اللي تعجبهم بحال التفاح والرمان، فما تنظنش ان الدراري صغار، كاين شي دراري صغار ما تيبغيوش التفاح والرمان، تقدروا تدخلوا لهم مع الفريز، تقدروا تدخلوا لهم مع اي فاكهه تعجبهم، مع البنان مع الكيوي مع اي فاكهه تعجبهم. ونبداو على بركه الله، ونبداو على بركه الله. تنديروا هذا التفاح هو الاول. فبالنسبه للتفاح والرمان وخيزو والسيترون، فانتوما تتحكموا في المقدار اللي بغيتوا تخدموا به على حساب افراد العائله. تقدروا ديروا جوج تفاحات مع جوج خيزوات، تقدروا ديروا وجوج رمانات تمشيو هكا بجوج بجوج، ليكم الاختيار. بغيتي ديروا الكميه التفاح غالبه على الكميه ديال الرمان وديال الخيزو ولا العكس، المهم نتوما اللي بغيتوا. تنضيفوا الرمان حتى هو وتنديروا خيزو، فحنا تنبقاو نطحنوا بشويه بشويه وتنضيفوا هذا الماء. هذا الماء راه ديال خيزو اللي سلقت، هذا الماء اللي سلقت به خيزو مثلا تنحتفظوا به باش نديروا العصير، ما تنديروش به باش نخدموا، ما تستغناوش عليه. فهو راه كاع المواد المزيانه اللي الفيتامين والمواد اللي مهمه اللي كاينه في خيزو غتكون تلقات في هذا الماء، زائد الماء ديال السيترون، العصير السيترون عفوا مخلط مع الماء. عندي هنا جوج سيترونات زائد جوج كيسان ديال الماء خلطو معاهم، وضفت واحد تقريبا واحد نص كاس ديال السكر. حتى السكر تتحكموا نتوما في الكميه اللي تتبغيو ديال السكر، بغيتي ديروا بالنقص كافي وبالحلاوه ديال الفواكه ليكم الاختيار. نضيفوا هذا العصير ديال هذا الماء ديال الخيزو اللي سلقناه فيه، وقت ما احتاجينا نبقاو نضيفوا من السيترون ومن الماء ديال الخيزو، ونتيو نطحنوا ونرجعوا معكم المرحله المواليه. بالنسبه للقوام ديال العصير فهكا تيجي معنا خاطر، ما حاولوا ما نجريوش بزاف، نخليوه خاطر هكا باش يكون اكثر افاده. نديروه في هذه القرعه ونقدموه معكم. وبالنسبه للعصير ديالنا فهكا تيجي على هذا الشكل، هذا تيجي واخد اللون ديال على حساب شنو اللي غلبتو في شنو النوع الفاكهه اللي درتوها كثيره. الا درتو خيزو كثير والرمان تاوا كثير فتيجي واخد واحد اللون اللي هو غوزي غادي الاحمر. الا درتو التفاح غالب فراه تيجي هكا على هذا الشكل هذا. فانا درت التفاح غالب، وتقدروا ديروا كما قلت لكم اللي بغيتوا تغلبوا فاكهه على فاكهه ولا ديروهم نفس العبار، فراه هكا تيجي. انا راه خرج لي واحد الكميه كبيره، انا درت هي معكم هاد الكميه هكا صورتها معكم قرعه هادي كامله، اما انا راه خرجت لي هذيك الكميه، انا درت كميه كثيره راه خرج لي بزاف، باقي عندي الكميه نطحنها مازال. وهادشي اللي كاين، دخلوا لوليداتكم خيزو راه مهم، ديما كما قلت لكم في واحد الفيديو نديرو معاهم نلعبو معاهم كما تيلعبو معانا، وندخلو لهم الحاجات اللي متعجبوهم في حوايج اخرى اللي تعجبوهم نحاولو نخلطوهم لهم معاهم باش ما يديو ما يجيبو. وهادشي اللي كاين، نصبرو مع وليداتنا واللي عنده شي وليدات الله يحفظهم ليه. وتنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في صحه جيده، وما تنساوناش بالدعم فضلا منكم ليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.